السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عقب نشرها منظومات جديدة لقضات إيرانية من الحاملة الأمريكية روزفلت، وإلى الوقائع. نشر الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت صورا من على متن حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت، وذلك بالتزامن مع كشفه تعزيز بحريته بمنظومات عسكرية جديدة. ونشر التلفزيون الإيراني لقطات للحظة تعقب طائرات مسيرة لبوارج أمريكية في مضيق هرمز وعلى رأسها USS روزفلت. وكانت أمريكا أعلنت نشر روزفلت في مضيق هرمز ضمن محاولتها الضغط على إيران للحيلولة دون هجوم على الاحتلال الإسرائيلي أو تخفيفه. وجاء نشر اللقطات من على متن روزفلت عقب يوم على إعلان الحرس الثوري حصول بحريته على منظومات رادار جديدة وأخرى تتعلق بالحرب الألكترونية. ويحمل نشر هذه اللقطات رسالة تهديد مباشر للقوات الأمريكية التي تحاول تضويق إيران لمنعها من الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها. وتزامنت هذه التطورات مع تجديد إيران تأكيدها على حقها بالرد على الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بمقابلة تلفزيونية بأنه رغم دعم إيران وقف إطلاق النار بغزة، إلا أن هذا بعيد عن حقها بالرد على العدوان الأخير. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.